بلغ الساكن الأول، هو حكي عن تحرك الساكنان تماما، وبالتالي لغى الساكن الأول الذي تحرك، وبالتالي من هو الساكن الأول الذي تحرك؟ سليمان فرجيه أعلن ترشيحه، شطبه من المعادلة إذا بدك تقعد تقرأ بمضامين التهريف. يبقى ساكن آخر غير متحرك، ينتظر أن يتحرك. من هو هذا الساكن الغير متحرك؟ هذا الساكن المتحرك لا يتحرك إلا إذا حصل مؤتمر دولي شبيه. طيب هذا الساكن غير المتحرك، خلينا يعني نحكيها بشكل واضح، لأنه هو ما بيقدر حتى يتحرك بدون مزبوط. اللي هو قائد الجيش مزبوط. جوزيف عون. حصول هذه التغريدة والإعلان عن وجود مرشحين علنيين اثنيناتهم لا يمتلكان الفرصة الكاملة إلا في حال حصول توافق أو حصول قرار بالمواجهة، هذا رفع من أسهم قائد الجيش جوزيف عون على أنه يتقدم المشهد؟ ما في رفع أسهم في هل يعني سنشهد قريبا أو في المدى المتوسط تجمع إيرادات دولية، هذه الإيرادات الدولية تحديدا دولية وعربية، يعني وأن نحكي دولية، الإيرادات خارجية، هذه الإيرادات الخارجية تدفع باتجاه عقد مؤتمر شبيه بمؤتمر الدوحة، ينتج عنه الذهاب إلى الاتفاق على سلة حلول وسلة تفاهمات من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، تركيبة الحكومة، البنود الإصلاحية، الصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز اللي هو ما حدا بيحكي عنه بس هو المشكلة الأساسية، يعني لمن يتبع هذا الصندوق والقرار فيه لمن يكون، كل ذلك هل نذهب إلى هذا الاتجاه؟ يمكن بهذا المؤتمر الدولي إذا عقد يتم الاتفاق أنه سليمان فرجيه هو الرئيس ضمن معادلة معينة، يمكن ينقال أنه لا جوزيف عون هو الرئيس، يمكن ينطرح اسم ثالث. عشان هيك أنا نطرت، يعني قرأت الكثير من التحليلات للزملاء لمقابلة الرئيس نبيه بري في جريدة الأخبار مع الأستاذ نقول نصيف. طيب بالفقرة اللي حكي فيها عن قائد الجيش، رئيس بري ما شطبه لقائد الجيش من المعادلة، بس ذكر عبارة هو قال أنه يحتاج إلى تعديل دستوري والحكومة مستقيلة تصريف أعمال، وحكي انه عن قصة الاجماع. طيب بس هو شو قال؟ قال نحن بال 2008 وقت اللي رحنا على الدوحة اتينا بالغطاء الدولي والعربي والاجماع الداخلي، اتينا الى مجلس النواب واستشهد بالرئيس الراحل حسين الحسيني وقت اللي قال له يا دولة الرئيس خلي الحكومة تجتمع بقاعة جانبية تعمل اقتراح تعديل دستوري منصوت عليه وبعدين مننتخب، وقال جملته الشهيرة المصلحة الوطنية، المصلحة طالما هو قال حتى بمقابلته مع الأستاذ الأولى نصيف الرئيس بري، قال أنه كان هناك هذا الغطاء أمن الانتخاب من دون تعديل. طيب إذا حصل غطاء مشابه عم بيلمح لهذه المسألة، شو المعضلة اللي كان عم بيواجهها رئيس بري حتى كل القيادات اللبنانية؟ أن المقاربة الخارجية للاستحقاق الرئاسي في لبنان هي مقاربة إهمال، عدم إدارة وجه، عدم اهتمام نهائي. بالتالي كب أول شغلة اللي إلها علاقة أنه نحن جاهزين للمقايضة سليمان فرنجي نواف إسلام ما مشي سوقه. هلا اضطر مع بمقابلته لجريدة الأخبار يعلن صراحة أنه مرشحنا سليمان فرنجي أتبع السيد حسن بهدف تحريك هذه المياه الراكدة. طيب إذا هيدا الإعلان ما عطى نتيجة، ماذا ننتظر نحن؟ هذا السؤال يطرح، شو هي الخطوة المقبلة؟ هل أبشر بطول فراغ؟ هل مثل ما عم ينحكى أنه تنقضي ولاية المجلس النيابي الحالي من دون انتخاب رئيس الجمهورية؟ وأيضا هناك فراغات في مناصب إدارية، هل هناك نية؟ لأنه مثلا نحن بعد 3 أشهر تنتهي ولاية حكم، يعني كل الحكي اللي صار عن موضوع التمديد للواء عباس إبراهيم بدي أسألك عنها، هيدي ولماذا لم يعني طيب هي مؤشر، كان لافت عدم هيدي مؤشر ورود هذه المسألة في خطاب الأمين البعض معه. أخذها باتجاه الشخصانية، الكل بيعرف أنه إذا بترجع يعني لضمير السيد حسن ولعاطفته ولوجدانه، لا بده هذا التمديد يحصل، بده إياه وبده إياه بقوة، ولكن عدم التمديد للواء عباس إبراهيم هو مؤشر
أن الاستحقاقات اللاحقة من حاكم مصرف لبنان ما في تجديد، الذي يليه اللواء عماد عثمان ما في تجديد، ووصول رئيس مجلس القضاء الأعلى ما في تجديد، وصولا هذه العين عليها وتحديدا بعض القوى المسيحية أنه منوصل لكانون تاني شهر 1/2024 بيحال قائد الجيش إلى التقاعد، ببطل في قائد جيش. ساعتها يمكن منبلش نتحرك بهامش أريح، يعني بينشال المرشح يعني بيصير في الرابط على قلوب وصدور الكثير من الأفرقاء اللبنانيين، بيصير عندهم هامش تحرك أكثر. ما تستبعد آدم أنه يكون المخطط إفراغ كل هذه المؤسسات، جعلها تتحلل، جعلها تتحلل وصول لمرحلة مثل ما بعد يعني المعلومات اللي وصلتنا تحديدا من باريس، تحديدا من بعض الزوار لندن والشيء اللي اطلع عليه، انه شو المشكلة اذا ذهب لبنان الى مرحلة الترميد، يعني ان يصبح رماد. طب بس هيدا نعيد البناء من جديد، نعيد البناء من جديد. هل كمان المجتمع بس يلاقي مصلحة بهذه المسألة؟ هيدي الفرضية يعني تقابلها يقابلها حقيقة أو واقع، أنه لو كان هناك رغبة أو لو كان هناك نية بالتجديد أو بالتمديد للواء عباس إبراهيم، بعيدا عما يحكى من سيناريوهات مرتبطة بترميد البلد وإفراغ كافة المؤسسات أو الأجهزة الرئيسية فيه، كان ممكن التمديد للواء عباس إبراهيم. فبالتالي الفرضية اللي عم تحكي عنها ولو كانت ممكنة، ما هي كمان تتوازن، ولكنها مؤشر يا آدم. طيب بس ايه، بس انه يعني هي تتقاطع مع عدم قدرة اي قوة سياسية بعد بدك تقنع بالتمديد لحاكم مصرف لبنان، ما نفس الظروف، او لاي شخصية باي مؤسسة اخرى، ما نفس الظروف. بالتالي البعض ادخلها بحسابات شيعية بنفور بعلاقة ما او ما الى هنالك، بس برجع بقلك لانه انا بهتم بالمسألة التي تتصل بعلاقة اللواء إبراهيم بالسيد حسن شخصيا، وحسب معلومات المتواضعة بعرف قدام هذا العاطفة والتقدير الذي يكنه السيد للواء إبراهيم، ومدى الآمال التي علقت عليه، والمهام الخطيرة جدا اللي قام فيها على مدار 12 سنة على رأس المديرية العام للأمن العام. هو أطول مدير عام قعد بالأمن العام 12 سنة. أنا مضطر أسألك هذا السؤال اللي بيتردد البعض على بأنه يسألوا، هل تجاوز اللواء عباس إبراهيم خطوط حمراء ما بالدور الكبير اللي لعبه بعدد من الملفات لكي يتحول إلى مصدر خطر بين مزدوجان على زعامات في البلد؟ يعني بمعنى اللواء عباس إبراهيم لم يباشر أي ملف من دون الموافق، دون موافقة، دون الغطاء السياسي أو التكليف السياسي الرسمي، وكلنا بيعرفوا. وعندما كان يكلف كان تحديدا بالملفات الحساسة والخطيرة، كان دائما يعمل جولاته على القيادات اللبنانية. وآخر الملف عندما حصلت الشبهة اللي لحديت هلأ ما بعرف ليه صامت الحزب عنا بإدارة ملف ترسيم الحدود البحرية، واضطر أنه السيد يطلب منه التدخل مباشرة علنا، كان قبل هو يتدخل بهذا الموضوع علنا، هذا الموضوع حصل بالتنسيق بين السيد وبين الرئيس نبيه بري. يعني ما في تفصيل من التفاصيل اللي لها علاقة بملف الترسيم وقت اللي كان يباشر هذه المهمة اللواء إبراهيم إلا ما كان الرئيس بري على علم فيها. طيب التفويض يعني أمر متوقع أو ضروري على اعتبار هيك البلد راكب، بس الأدوار اللي أو النجاحات أو الإنجازات التي حققها أو يعني كان من المتوقع وغير متوقع أن يحققها من خلال هذه التكليف اللي رسمت له أدوار كبرى نتيجة يعني اضطراره أولا وتفويضه بالانخراط في هذه الملفات، ساهمت بأنه ينقذ منه البعض، حتى البعض اللي وافق على تكليفه بهذه المهمات الحساسة. لكن كل السياسيين في لبنان، طيب انه الاغلب القوى المسيحية الاساسية خلينا نحبط، لا بينقصوا من قائد الجيش اذا نجح، لانه بيعتبروه انه منافس، انه مش منافس، انه هو حكما بده عم بيفوت، هني بخلفيتهم عم بيفوت على ساحة مش لاقله، بيعتبروا هيك.
طبعا حتى رجل الأمن إن كان، يعني بنرجع لمرحلة فؤاد شهاب عندما طرح اللواء أحمد الحاج أنه يكون هو رئيس الحكومة، ما قامت القيامة بدار الفتوى ولو كان سنيا ولو كان أنتوا عم تستنسخوا لنا الحالة المارونية. إذا في مأزق عند الموارني عند كل استحقاق، وقت اللي بيختلفوا بيطلعوا عقائد الجيش، ما بدنا نحول هذا المأزق أنه عند كل استحقاق رئاسة حكومة بنصير نطلع على مدير عام قوى الأمن الداخلي. هل هذه الحالة انتقلت إلى الثنائي الشيعي؟ لا أعتقد أنه اللواء إبراهيم كان يدير المهام التي أوكلت إليه والتي باشرها بهذه العقلية وبهذه الخلفية. على كل حال رهان على الأيام المقبلة، صح ولا لا؟ الأيام المقبلة بتبين حقيقة ما حصل في هذا الإطار.